السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نلتقي على الخير إن شاء الله في درس جديد من سلسلة دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بالوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة هي بداية الفصل الثاني يفترض. راح ندرس قواعد الوحدة الخامسة. فبداية الوحدة الخامسة تناقش بعض أزمنة الماضي، زمني الماضي البسيط والماضي المستمر. بعدين ناخذ كيف ندمج الزمنين في جملة واحدة. شلون تجينا جملة بيها ماضي بسيط وماضي مستمر مع بعض، ولماذا نستخدم هذه الحالة. أنا راح أدرس بالتفصيل بالبداية الماضي البسيط، بعدين الماضي المستمر، بعدين ناخذ طريقة ربط الجملتين مع بعض. طبعا الماضي البسيط درسناه بالوحدة الثانية، الماضي المستمر اللي يفترض أنه دارسينه بالوحدة الأولى. إن شاء الله إذا بقى عندنا وقت بإذن الله أرجع فيما بعد أتكلم عن الوحدتين الأولى والثانية. المهم حاليا نتكلم عن زمن الماضي البسيط past simple. past simple الماضي البسيط. أول ما نبدأ نشوف الاستخدام، لمن يستخدم الزمن. كل زمن لديه ثلاثة جوانب لدراسته: الاستخدام، متى ولأي غرض يستخدم هذا الزمن، الظروف الزمنية التي تستخدم مع هذا الزمن وتعتبر دالة عليه، ثم التركيب اللغوي لجملة هذا الزمن، شنو مكونات الجملة في زمن ما. إذن الاستخدام، أولا يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن حدث وقع وانتهى في وقت محدد ومعلوم في الماضي. يعني الحدث اللي احنا جاي نتكلم عنه حدث صار وانتهى، ونعرف تحديدا متى وقع ومتى انتهى هذا الحدث. هذا المقصود بالماضي البسيط. زين، شنو دلائل جملة الماضي البسيط، او ما الظروف الدالة على جملة الماضي البسيط؟ شنو قصدي ظروف دالة على جملة الماضي البسيط؟ يعني مجموعة من العبارات او الكلمات هي بالعادة ظروف زمان، اذا وجدت في الجملة نعرف من خلالها ان زمن الجملة ماضي بسيط. من اشهر ظروف الماضي البسيط yesterday. كلمة yesterday ظرف زمان، البارحة. yesterday البارحة. last هنا بمعنى الماضي، last زائدا ظرف زمان. شرط أساسي last يجي وراها ظرف زمان لكي تكون من دلائل الماضي البسيط. مثل شنو؟ مثلا last night الليلة الماضية، last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last year السنة الماضية. زين، اكو شغلات ثانية؟ اي ممكن، last Friday، last Sunday، last Monday، last January، last February، وهلوم جرى، last summer، last winter. زين، عندنا كلمة ago. هنا الago بمعنى قبل، قبل، بس شرط تأتي قبلها فترة زمنية. شوف الفرق ما بين ظرف الزمان والفترة الزمنية. ظرف الزمان هو كلمة محددة، البارحة، الأسبوع الماضي. الفترة الزمنية هي بالعادة مدة زمنية يسبقها عدد، مثلا مثل أقول 2 days يومين، 3 hours ثلاث ساعات، 4 weeks أربع أسابيع، وما إلى ذلك. ففترة زمنية متبوعة بكلمة ago، مثلا من أقول 2 days ago قبل يومين. وعندك past dates، dates تواريخ، و years سنوات. past dates and years التواريخ والسنوات الماضية. على سبيل المثال من تجيب الجملة سنة ماضية 2014 مثلا، وأي سنة تسبق 2020 أصبحت الآن ماضي. زين، من نجي للماضي حاليا، احنا حاليا بال 2020 يا شهر، بالشهر الثالث مارش، آذار، شهر آذار، شهر فبراير اصبح ماضي بالنسبة لنا. فمن نقول in February
2020 من اقول فبراير 2020 احنا صحيح بال 2020 بس الفبراير شنو انتهى منتهي مخلص اذا هذا زمن ماضي بسيط جيد نجي حاليا للتركيب اللغوي لجملة الماضي البسيط جملة الماضي البسيط بالمجمل بشكل عام subject تكرر هذا كثيرا يتكرر عندما اكو جملة انجليزية لا تبدأ بسبجكت باستثناء جملة الأمر طبعا أتكلم عن الجملة الخبرية شنو يعني خبرية؟ لو مثبتة لو منفية هنا سبجكت فاعل verb to فعل شكل ثاني إذن الفعل في جملة الماضي البسيط يجب أن يكون في تصريفه الثاني أو في شكله الثاني ولدي complement كومبلمنت تكملة الجملة بس في ملاحظة هنا هذه التكملة بدون فعل ماكو فعل بعد هذا الفيرب 2 هو الفعل الوحيد في الجملة ولذلك لاحظ اقرأ وياي هاي الملاحظة تحتوي جملة الماضي البسيط المثبتة على فعل واحد فقط إذا جملة الماضي البسيط هي جملة تحتوي على فعل واحد فقط في الحالة المثبتة يكون في شكله الثاني إذا هو فعل واحد بس بالماضي ما دام الزمن الماضي لازم الفعل يكون في التصريف الثاني يعني ما يصير نقول go بالماضي الشكل الثاني مال go went ما يصير نقول see الشكل الثاني saw ما يصير نقول play الشكل الثاني played وإلى آخره وهذا الفعل إنزين هذا الفعل اللي بجملة الماضي البسيط شوف انتبه هاي الحالة وهذا الفعل إما أن يكون أحد فعلي الكينونة was were يعني هنا في هذا الفعل لو نلقى الwas والwere مثلا بس الwas والwere لوحدهما ليس معهما فعل آخر أو فعلا رئيسيا في شكله الثاني يعني إما أكو was where أو أكو فعل رئيسي مثل play مثل read مثل write بس على شرط يكون في شكله الثاني بس مثلا جملة ماضي بسيط مثبتة يصير نحط بيها فعلين نجيب فعل كينونة الwas أو الwhere وراهن فعل آخر play مثلا لا يجوز جملة الماضي البسيط فيها فعل واحد فقط إذا حطينا الwas والwhere وحطينا وراهن فعل ثاني play مثلا القاعدة تقول يجب أن نضيف له ing ليصبح الزمن ماضي مستمر وليس ماضي بسيط إذا نحط ببالك هاي المسألة الفعل في جملة الماضي البسيط المثبتة فعل واحد فقط إما أن يكون was أو were واحدة منهن أو يكون فعل رئيسي في الشكل الثاني هسا نجي نشوف جملة الماضي البسيط مع أفعال الكينونة الwas والwere إنزين إذا جملة الماضي البسيط الفعل الموجود بيها هو واحد من أفعال الكينونة بالماضي اللي هن الwas والwere شلون يكون التركيب subject فاعل was where إما was وإما where طبعا حسب الفاعل ثم complement تكملة جملة وانتبه بدون فعل بدون فعل شنو السبجكت مالي؟ ضمائر الفاعل احنا بالدرس الماضي اخذنا الضمائر فنعرف شنو هن ضمائر الفاعل ضمائر الفاعل اللي هن الـ I, we, you, they, he, she, and it والit ذني ضمائر الفاعل انزين عندنا was where معناها اكو مجموعة ضمائر تاخذ الـ was ومجموعة ضمائر تاخذ الـ where فانتبه عندك الضمير I he she أو ال it واحد من ذني الأربعة أي واحد من ذني الأربعة أو بشكل عام أي اسم مفرد ذني أخذ was يعني أقول I was ما يصير أقول I were ما يصير أقول he were ذني الأربعة يأخذ was I was مثلا at home كنت في المنزل وانتبه at home حرف جر اسم أنا بالمدرسة أحياناً على مود أخلي الطلاب ينتبهون هاي مسألة شو أسوي
اكتب لهم مجموعه الضمائر، احط لهم الووز، بس اخلي التكمله فارغه، فاقول لهم اي ووز، واطلب من احد الطلاب اقول له كمل لي الجمله. ففي طلاب هواي ايش راح يقولوا لي؟ بلاي فوتبول. اقول له بابا شلون يصير؟ اليس القاعده تقول ان جمله الماضي البسيط تحتوي على فعل واحد فقط؟ فانت من حطيت الووز شلون ترجع تحط البلاي ورا؟ صارت الجمله مو ماضي بسيط، البلاي هنا المفروض ياخذ اي ان جي ورا الووز والوير، فتصير الجمله ماضي مستمر. فمن تقول اي ووز وجملتك ماضي بسيط، بعد لا تستخدم اي فعل اخر. جملتك اما تكون ظرف زمان، اما تكون صفه، اما تكون ظرف مكان، بس فعل لا. اذا اي هي شي ات، اي واحد منهم، اي ووز ات هوم. الوي واليو والذي او اي اسم جمع ياخذ وير. وي وير ان كلاس 8 لاست يير. هذه الجمله تخصكم طلاب الصف الثالث متوسط. شو تقولون؟ وي وير، كنا، هذا الووز والوير بمعنى كان. وي وير ان كلاس 8، كنا في الصف الثامن، يعني الثاني متوسط، لاست يير، في السنه الماضيه. جيد. هسه هذا التركيب، الجمله اذا بيها ووز وير، موجودات الووز والوير، حط ببالك ان الووز والوير بالاساس هي ضمن مجموعة الأفعال المساعدة. ما دام الجملة تحتوي في التركيب على فعل مساعد، هو فعل الوحيد بالجملة بس بنفس الوقت هو فعل مساعد، إذا يتم النفي بوضع not بعد الwas والwere. يعني أي جملة بيها was وwere أريد أنفيها، مثلا he was at home، شلون أنفيها؟ قاعدة تقول يتم النفي بوضع not بعد was where، فأقول he was، هنا أحط not، we were، هنا أحط not. He was not at home، we were not in class 8. أما في حالة السؤال للاستفهام شو نسوي؟ نقدم was أو where على الفاعل اللي هو أول الجملة، ونضع question mark، علامة استفهام في النهاية. فهاي الجملة مثلا he was at home، قلنا سوي هنفي، شو تقول القاعدة؟ نحط not ورا ال was، he was not at home. زين، سويها سؤال، شو تقول القاعدة؟ نضع ال was أو ال were قبل الفاعل، نقدمها قبل الفاعل، يعني نجيب ال was ونحطها هنا في البداية، فتصير الجملة was he at home، وأضع علامة استفهام في النهاية. جيد، هذا تركيب بالنسبة لماضي بسيط إذا كان فعل الجملة أحد أفعال الكينونة. زين، لاحظ هنا في تمرين تصحيح الأفعال، هواية تجينا بالامتحان يجيب لك جملة وبيها فعل بين قوسين ويقول لك correct the verb، صحح الفعل. تصحيح الفعل بابا هذا يتم حسب زمن الجملة، يعني على مود تصحح الفعل لازم تعرف زمن الجملة. زين، انت زمن الجملة شلون تعرفه؟ تعرفه من خلال الظروف الدالة اللي انت لازم حافظهن. يعني الجملة من تلقى بيها yesterday، انت مباشرة لازم تعرف انه هاي الجملة ماضي بسيط، وبالتالي فعلها يجب ان يكون verb 2 بشكل ثاني بفعل. في تمرين تصحيح الافعال حسب زمن الجملة، إذا وجدت الفعل بي، بي يكون بي هو أصل أفعال الكينونة، بالمضارع يصير إز وآم وآر، بالماضي يصير ووز وير. إذا وجدت الفعل بي وكان زمن الجملة ماضي بسيط، يعني جاب لك جملة وحط لك بي بين قوسين وقال لك correct the verb، صحح الفعل، وعرفت انه هاي الجملة ماضي بسيط، لقيت بيها واحد من غني الدلائل، شو تسوي؟ نقوم بتحويل بي الى شكله الثاني، اما was واما where حسب الفاعل. اذا الفاعل مفرد البي تتحول was، واذا الفاعل جمع البي تتحول where. Good. جملة الماضي البسيط مع الافعال
الرئيسية. إذا الفعل مالي رئيسي مو كينونة. يعني شنو رئيسي؟ play, read, write, speak, drink, eat، مجموعة كبيرة من الأفعال. شو تكون؟ اللي هو نفس هذا التركيب. subject فاعل، مهما كان الفاعل. verb to الشكل الثاني للفعل اللي هو الماضي. و complement تكملة الجملة، وبنفس الأسلوب هاي التكملة ما يكون بها فعل. زين، هسه مباشرة بدون ما آخذ أمثلة هنا أداخل هذا التمرين. شو يقول التمرين؟ do as required، افعل المطلوب، جملة وعليها طلب. اوكي، ننتبه لهذه الجملة. الجواهري، شاعر الكبير، شاعر العرب الأكبر، محمد مهدي الجواهري، موجود عندكم بالثالث متوسط، عندكم قصيدة يا دجلة الخير، حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين، رحم الله محمد مهدي الجواهري. الجواهري be born in 1900 أو 1900. الجواهري ولد سنة 1900. المطلوب correct، صحح. شو صحح؟ أصحح بي، أصحح الفعل بي. قلنا التصحيح يتم حسب الزمن. شلون أعرف الزمن؟ لازم عندي دلائل. أيوجد دليل على زمن معين في هذه الجملة؟ 1900 past dates and years، التواريخ والسنوات الماضية هي من دلائل الماضي البسيط. فمن لقينا الزمن ماضي بسيط، الفعل يجب أن يكون verb to في شكله الثاني. إذا وجدت الفعل بي وكان زمن الجملة ماضي بسيط، نقوم بتحويل بي إلى شكله الثاني، إما was أو were حسب الفاعل. فالبي ما دام الزمن عرفناه ماضي، راح اسوي لو ووز لو وير. اجي للفاعل، مفرد لو جمع؟ الجواهري مفرد، فهذه البي تصحح الى ووز. الجواهري ووز بورن، ولد الجواهري سنة 1900. شي جو بين قوسين تو هوسبيتال يسترداي. شي جو تو هوسبيتال يسترداي. هسه انا ما اريد افهم الجملة، مو شرط فهم الجملة برضو، القواعد مسألة حسابية، فهم الجملة بيها مو مهم جدا، بس أعرف بعض المعطيات. لقيت كلمة yesterday البارحة، وهي من ظروف الماضي البسيط، معناها ما دام الزمن ماضي بسيط هذا الفعل يجب أن يكون في شكله الثاني. شنو الverb to من go؟ شنو الماضي مال go؟ هنا أنت لازم حافظ تصاريف الأفعال. الأفعال عندنا نوعين، شلون احولها للماضي؟ عندنا مجموعه تسمى regular verbs، الافعال القياسيه اللي هي بالماضي يضاف لها ed، وعندنا مجموعه irregular verbs، الافعال غير القياسيه او ما يسمى بالافعال الشاذه اللي شكلها الثاني وشكلها الثالث يختلف عن شكلها المصدر الاساسي. هنا انت لازم حافظ الافعال برضه. ف go الماضي منها went، she went to hospital، ذهبت الى المستشفى البارحه. last week هذا دليلي. last week last مع ظروف الزمان من دلائل الماضي البسيط، الفعل يجب ان يكون في الشكل الثاني. play فعل قياسي ماضيه باضافه ed. played last week we played a good match، الاسبوع الماضي لعبنا مباراه جيده. هنا عندي اختيارات، اختيارات نفس الحاله، لازم عندي دليل على الزمن. two days ago فترة زمنية متبوعة بكلمة ago من دلائل الماضي البسيط، إذا هذه الجملة ماضي بسيط فعلها يجب أن يكون في الشكل الثاني. see مصدر لا يصلح. have seen، have وتصريف ثالث للفعل، هذا يستخدم في زمن يسمى المضارع التام، درستوه بالأول متوسط وسيأتيكم في الوحدة السابعة بإذن الله. مضارع تام مو مضارع تام، لأن هذا دليل على الماضي البسيط. seeing ing، زين فعل بي ing بدون از ام ار، هذا اصلا مو فعل، هذا اسم. هنا seeing مشاهده رؤيه، هذا ما ينفع. so هو الشكل الثاني من الفعل see،
فهذا الخيار الصحيح. كريم رايت ماني بومز، بومز قصائد. كريم يكتب قصائد كثيرة. هذه الجملة لا تحتوي على أي دليل، لا للمضارع، لا للماضي، لا للمستمر، لا للتام، ما بيها أي دليل. بس شنو نعطيني؟ طلب صريح. Past simple. ما أكو داعي للدليل، هو جاي يقول لي سويها ماضي بسيط. فما دام قال لي سويها ماضي بسيط، الفعل مالي لازم يكون بالشكل الثاني. شنو الماضي من رايت؟ رايت من الافعال الشاذه، يعني مو تحط له ايدي مثلا. لا، الماضي من رايت روت. ناخذ استراحه قصيره، ناخذ بعدها كيف ننفي جمله الماضي البسيط اذا كانت لا تحتوي على was او were. اوكي اعزائي الطلاب، اوكي خلينا نكمل الموضوع. هسه تكلمنا عن تركيب جملة الماضي البسيط، وقلنا جملة الماضي البسيط المثبتة تحتوي على فعل واحد فقط، اما was او were من جهة، او يكون فعل رئيسي بالشكل الثاني. اذا كان الفعل was او were مثل هاي الجملة مال الجواهري، الجواهري was born in 1900، فالنفي يتم بوضع not ورا الwas، يعني الجواهري was not born، ونكمل. والسؤال بتقديم الwas أو الwhere إذا موجودة مكانها قبل الفاعل، فتصير الجملة was الجواهري born، ونكمل. زين، الكلام هنا إذا الwas والwhere موجودة وكان الطلب نفي، فالمسألة سهلة. قبل أحط not أو أحطها بالبداية على مود أسوي سؤال. بس كيف ننفي جملة الماضي البسيط التي لا تحتوي على was where، وكيف نحولها إلى سؤال؟ يعني مثلا من الجمل من 2 إلى 5، هذه كلها جمل ماضي بسيط فعلها رئيسي، يعني go, play, saw, write مثلا أو wrote بالماضي، بس ما بيها was where. شلون ننفي؟ ولا يجوز نفي جملة دون الاستعانة بفعل المساعد. الجواب: إذا كان الزمن ماضي بسيط والجملة لا تحتوي على was where، فلكي ننفيها ونحولها إلى سؤال، في هذه الحالة نستخدم الفعل المساعد did حسب التركيب الآتي. شنو حسب التركيب؟ يعني شلون نستخدم did للنفي وشلون نستخدمها للسؤال. فجملة النفي بوجود did تبدأ بسبجكت فاعل، نضع بعده didn't، اذا didn't توضع بعد الفاعل مباشرة. ال didn't راح تتبع بفعل مجرد يكون في شكله الاول. لاحظ انه قبل النفي الزمن ماضي، يعني الفعل كان بالشكل الثاني، فمن حطينا didn't الفعل مال الجملة الرجعة الاصلة للشكل الاول، ونكمل ما تبقى من الجملة. اذا المطلوب سؤال في جملة ماضي بسيط ما بها was where، نستخدم لها did أيضا، بس did بالسؤال تأتي في بداية الجملة قبل السبجكت، والفعل أيضا اللي كان بالشكل الثاني نعيده إلى شكله الأساسي الأول وتكملة الجملة. ناخذ مثالين للتوضيح. Last week، هنا لازم فازة. إذا تقدم ظرف الزمان، هاي تفيدك بالتنقيط، إذا تقدم ظرف الزمان على الجملة توضع بعده فارزة، هاي قاعدة بالكتابة. Last week we played a good match، اللي هي هاي الجملة. هاي الجملة هسه أريد أنفيها، أشوف الزمن مالها. Last week، هاي دليل، وجود فعل يحتوي على إيدي أيضا دليل آخر. إذا عندي دليلين أن زمن الجملة ماضي بسيط. أريد N negative و Q question، أريد أنفيها وأسويها استفهامية، أشوف الجملة بيها فعل مساعد، بيها was where، ما دام الجملة ماضي وما بيها was where أستخدم لها did للنفي والسؤال حسب التركيب الآتي. إذا أريد النفي، طبعا last week ظرف زمان مالي علاقة به، يعني ينزل مثل ما هو، أجيب الفاعل we، هذا الفاعل we،
احط ورا didn't، يعني didn't وين اجت هنا ورا الوي didn't. زين قاعده شو تقول؟ didn't يجي وراها الفعل ايش بي مجرد. زين هذا الفعل ايش بي؟ ايدي. من نرجع نحطه ورا didn't الان لازم نرجع الفعل الاصلي play واكمل ما تبقى من الجمله. بالسؤال نفس الحاله، ولكن في السؤال تتقدم did على الفاعل، فهنا يفضل ان ننقل ظرف الزمان في النهايه، فتصير الجمله did، حطينا did هنا قبل الفاعل did we. زين يبقى played، لو play طبعا play ما دام حطينا did يرجع الفعل مجرد. did we play a good game last week؟ واضع علامة استفهام. جملة أخرى، she went. went التصريف الثاني من الفعل go، وما دام الفعل تصريف ثاني إذا الزمن ماضي. she went to hospital yesterday، وعندي دليل آخر اللي هو yesterday من دلائل الماضي البسيط اللي هي هاي الجملة الثانية. أردن فيها أكو فعل مساعد بالجملة من أي نوع؟ ما زين الزمن شنو؟ قلنا شكل ثاني للفعل ويستردي الزمن ماضي بسيط، جملة ماضي بسيط لا تحتوي على فعل مساعد. في النفي والاستفهام نستخدم did حسب التراكيب الآتية. إذا أريدها نفي نيجاتيف أحط الفاعل شي، أحط وراء didn't، didn't اجت وراء الفاعل يعني اجت هنا تماما. زين didn't يجي وراها فعل مجرد في شكله الأول، الفعل went ماضي، شنو الأصل ماله؟ أرجع الأصل go وأكمل الجملة للنهاية. بالسؤال جملة ماضي بسيط لا تحتوي على فعل مساعد نستخدم لها did. did بالسؤال تتقدم على الفاعل did she، الفعل went يرجع الأصل أيضا go to hospital yesterday وأضع علامة استفهام. هسا انتبه لي بدن المثالين الاخيرات اللي هن جملتين وعليهن choices اختيارات. he at home last night، he at home last night، عندي هنا last night ماضي بسيط، وهي فراغ go home last night هم عندي last night هم ماضي بسيط. جيد الاختيارات كلها منفية، isn't didn't wasn't doesn't. كيف تتصرف في سؤال الاختيارات؟ رجاء ابتعد عن حاصباص، هاي مال حاصباص يا العباس ابتعد عنها رجاء، حاول تفكر نوعا ما بشكل منطقي. شنو الشكل المنطقي؟ خلي قدامك لعبة من سيربح المليون، سؤال يؤهلك لكي تربح 32 ألف ريال، عليه أربع خيارات، عندك وسائل مساعدة. أول وسيلة مساعدة رأي الجمهور، بس أنت بالامتحان لا يمكنك أن تأخذ رأي زملائك لأن بس تلتفت تطرد خارج القاعة. زين الاتصال بصديق، يعني بالامتحان انت وياك تليفون تتصل بصديق، هذه المسألة ايضا لا وجود لها، فهذا خيار ما مطروح. زين اكو خيار من ضمن الخيارات اسمه تغيير السؤال، يعني مثلا انت بالامتحان امتحان وزاري ورقة مطبوعة وقرأت السؤال وقل للمراقب والله استاذ هذا السؤال ما عاجبني بلكي تغير لي اياه، هذا خيار ايضا غير مطروح. بقى خيار حذف اجابتين، هذا انت بينك وبين نفسك تقدر تسوي، بس حذف الاجابتين لازم يكون بشكل منطقي، هم وترجع للحاسباس. يعني شنو حذف اجابتين؟ يعني last night تشير الى الزمن الماضي والاز مضارع، فهذا الخيار لا يمكن ان يكون صحيح، والدز مضارع وهذا الخيار ايضا لا يمكن ان يكون صحيح. فعندك didn't للماضي wasn't للماضي. زين الواز ترهم ويا الهي لو ما ترهم؟ اي نعم ترهم. الدد ترهم ويا الهي لو ما ترهم؟ نعم ترهم.
واثنين هن ماضي، ياهم نختار. هنا نفس الحالة، ماضي بسيط، الاسم مضارع ما ترهم، والدزنت مضارع ما تفيد، ما تفيدني، ليست صحيحة. تبقى عندك الديدنت والوزنت، الاثنينات هن يجن ويا الهي. كيف سيكون اختيارك؟ هم مو حاسباص، هم اكو دليل عندك، بس للعلم يعني للعلم، اذا انت وصلت لهاي المرحلة وسويت حاسباص، فالحاسباص بين اثنين افضل من الحاسباص بين اربعة، نسبة نجاحك اصبحت 50%، نسبة نجاحك كانت 25%، بس ابتعد عنها بكل الاحوال. الدليل مالي وين؟ هذا التركيب بقى. شوف هذا التركيب مال النفي، انتبه له زين. قاعدة تقول didn't، شنو يجي وراها؟ فعل مجرد في شكله الأول. انزين هنا بالفراغ الأول شنو عندي ورا الفراغ؟ عندي آت حرف جر وعندي هوم. هل يوجد في هذه الجملة فعل مجرد في شكله الأول؟ لا يوجد فيها فعل مجرد، فلا يجوز استخدام didn't، لأن القاعدة تقول did بالنفي لازم يجي وراها فعل مجرد، فهذا الخيار غير متاح، فجوابي هنا wasn't. بالجملة الثانية انتبه لي زين، عندي go فعل في الشكل الأول ومجرد، لا يمكن استخدام wasn't. مو معناها ال was أو ال were ما يجي وراهن فعل، ممكن ال was وال were يجي وراهن فعل، بس إذا أجى وراهن فعل أكو شغلتين. أولا لا يكون مجرد، إما أن يكون في شكله الثالث في جملة المبني للمجهول، أو يحتوي على ING في جملة الماضي المستمر، واثنيناتهن مو ماضي بسيط. واضحة الفكرة لو ما واضحة؟ فهنا الوز والوير ما ممكن يجي وراها فعل مصدر مجرد، فخياري المتاح الوحيد هو didn't. إن شاء الله في المحاضرة القادمة، بعد تمنياتي أنكم فهمتم هذه المحاضرة، في المحاضرة القادمة نتكلم عن موضوع الماضي المستمر، ونناقش كيف نربط الزمنين الماضي البسيط مع الماضي المستمر في جملة واحدة. تحياتي وتمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.